بيت ويفي تفتخر بعض العائلات بالضيف الجديد. فرن يطهو الأكل على نار هادئة تستمد وهجها من الشمس. بدأت الحكاية عندما ضاقت الغابة بتصرفات الإنسان. تعالت النداءات لوقف الخطر على الغابة وطلبت النساء بالبديل. شويه جاب الله هاد الناس هادو ديال الجمعيه ديال الادمر وهاد الجمعيه ديال الصبليون عطاونا هاد الفران ديال الشمس، ودابا الحمد لله ما بقاوش العائلات كيمشيو يقطعوا داك الشيء اللي في الجبل. وعندنا المشكل ديال التلوث ديال الوادي، حيت العائلات كيصبنوا في الوادي. دابا بالنسبه لهاد الشتاء اللي دازت 3 شهور ديال الشتاء، ما عمر حتى شي وحده هبطت كتصبن في الجبل، لان الماء بارد وكتسخن الماء في الفران فوق السطح كتصبن في دارها. مشاق لجمع الحطب وبيئة تتدهور يوميا ونفقة الدولة في تصاعد بسبب فاتورات المحروقات المستوردة. علينا ألا ننسى أن الدولة ترى نفسها مرغمة على استيراد كميات كبيرة من المحروقات السائلة وغير السائلة من أجل الاستجابة إلى احتياجات الاقتصاد من جهة واحتياجات السكان من جهة أخرى. في هذا الإطار هذا نعتبر بأنه استعمال مثلا الطاقة الشمسية غادي تخفف العبء على الدولة وغادي تخفف العبء على الأسر. وصل اليوم نسبة الكهرباء القروية إلى ما يناهز 98% بما فيها استعمال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. تعاون جمعية تنمية الأرياف المغربية وشريكتها الإسبانية يسير في اتجاه تخفيف العبء على المرأة القروية والحفاظ على البيئة نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة. كلفة الفرن 2000 درهم.